بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. فوضى الفتوى ودعوى الاجتهاد. في الزمان الماضي كان هناك علم صحيح في غالب من يتصدى للعلم وكانت الدوله الاسلاميه حاكمه بشرع الله وداعيه الى العمل به وهو نظام حياتها وهو دستورها ولذلك كان الاعتداء على الشريعه بالفتوى ممن لم يكن اهلا لها كان يمس النظام العام حينما اسقطت خلافه المسلمين وجيء بالانظمه هذه بعضها حق وبعضها باطل لتحكم الناس لم يعد لدى الناس تلك القدسيه للاحكام الشرعيه التي كانت موجوده في الزمان الماضي. وانحسرت في طائفه الشيوخ. بعض البلاد كالهند الحقيقه كانت تجربه فريده. لم يتحاكموا ابدا الى تلك المحاكم التي وضعتها بريطانيا. لم ترتفع قضيتان في الهند المسلمه الا الى الشيوخ. مع ان الشيخ مجرد محكم. محكم ليس ملزما مع هذا كانوا يلتزمون كلامه ولا يذهبون إلى تلك المحاكم التي وضعتها بريطانيا حينما حصل ما حصل في بلاد المسلمين وجاء الأفغاني الذي هو إيراني وعشش وفرخ في مصر وأخذ عنه الشيخ محمد عبده قالوا أتوا بآيات بالآيات التي تحذر من التقليد تقليد الآباء والأجداد في العقيدة في عبادة الله العزة فجعلوها على من يتبع العلماء العاملين الراسخين في العلم فأوجبوا على الناس الاجتهاد فنشأت اللامذهبية وكتب كبار العلماء كتبا آنذاك تحذيرا منها ورسائل ومقالات وكذا اللامذهبية قنطرة اللادينية، اللامذهبية اكبر بدعة اخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية الى اخره. لم يعد هناك ضوابط فكل انسان اخذ الدكتوراه عد نفسه شيخا وعد نفسه عالما. فكل يوم نرى فتاوى ما انزل الله تعالى بها من سلطان، ما السبب في هذا الامر؟ السبب اشياء كثيرة منها عدم تبني الدولة لهذا الأمر ورعاية هذا الشيء طبيب يمنع من فتح عيادة ويعاقب قانونا آه، الذي يضع رتبة في الجيش وهو ليس من يوضع في السجن لأنه يغرر بالناس وكذلك كل الذي يبني بناء وليس مهندسا سيحاسب ويعاقب اما في قضيه المشيخه والعلم فالدول يعني مرتاحه من هذا الامر ما لم يتعرض اولئك الناس لتلك الدوله فهي لا تقترب منهم عدم وجود عنصر الدوله في القضيه هذا سبب كبير لهذا هذه القضيه شيوع دعاوى الاجتهاد من اناس لا يملكون اليات الاجتهاد ادى الى هذه الفتنه وما عليك الا أن تطالع مثلا بعض قنوات أه الذين ينتسبون إلى العلم يبدأ واعظا جاهلا عنده أسلوب يستطيع أن يحرك الجمهور عنده وسائل هناك من يقوم له حتى باختيار اللباس الذي يلبسه أعلم هذا من حالهم في الأول ليس عنده شيء من العلم بعد ذلك يبدأ يفتي وهناك الآن محكمات ومرجحات غير القضايا العلميه ما هي؟ ما يطلبه الجمهور الاعجابات وعدم الاعجابات ايضا هذه اشياء محكمه فاذا راى اعجابات كثيره وتهويلا عظيما لشانه ظن نفسه من العلماء انقطاع الاسناد له اثر كبير في هذه الفوضى لانه لم يقرا على الشيخ شاعت الصحفيه والصحفيه والوجاده الوجادة كانت المرتبة الثامنة في تلقي الحديث فحتى قالوا أين الوجادة من الإجادة قالوا طيب لا تأخذ العلم من صحفي من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه ولذلك أكثر إخواننا الدكاترة هؤلاء كذلك علمه من كتابه ويبحث وحده والذي يشرف عليه أجهل منه فيظن نفسه ما واحد منهم مرة سمعته يقول نعم يوجد مجتهدون منهم قال طلاب الدراسة العليا طلاب أخواننا هذول طلاب الدراسة العليا بل حتى أساتذة هؤلاء هل هم من علماء من لا يعرف أقسام الحكم العقلي يجتهد في البخاري ومسلم ويرد أحاديث يقول هذه مخالفة للعقل عدم التعلم الصحيح المنهجية العلمية مفقودة إلا عند قلة من الناس وجاءت وسائل الإعلام تضخم المسألة فحصل فوضى كبيرة جدا وثالثة الأثافي أن هذا الشيء أكثر من ثلاثة ربما عاشرة شيوع الفكر الوهابي الذي يجعل الإنسان قادرا على الفتوى في أيام يسيرة دو دا دا دورة قصيرة وكتاب صغير متن ها حتى يعني كتبه له بعض الناس وحفظ الاصول الثلاثه وحص قواعد نواقض الاسلام فصار يبدع ويكفر ويضلل ويفتي الناس المساله سهله شيء لم يرد خلاص لم يرد طيب المعامله ما هي طيب لم يرد لك لفظها ولكن فيها معنى الربا ماذا تفعل كيف تعرف ان هذا معناه ربا ما هي عله الربا؟ انت لا تعرف لا شيء شيئا عن العله ولا عن مسالك العله، ففوضى الاجتهاد لها اسباب فوضى الفتوى لها اسباب كثيره من اسسها دعوه الاجتهاد لمن هب ودب، تعلمون في الزمان الماضي من يفتي بشيء من ذلك يركبونه على حمار. مقلوب ويسخمونه بالسخام، انظر هذا جزاء من خالف الدين وخالف كذا، لماذا؟ لأنه اجترأ على نظام الله تعالى، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، يسمعني بعض الناس لن قال انظر يريدون ان يعيشوا بعقلية القرون الوسطى، ان يحاكموا الناس، طيب لماذا تحاكمون الطبيب الذي يدعي الطب؟ ها ويذهب الى المحكمة والقاضي يحكم فيه؟ والمهندس الذي بنى برجا فسقط على رؤوس اهله وهو ليس مهندسا اصلا، لماذا؟ يوضع في السجن طيب هذا الذي يحل المرأة يحل المرأة المطلقة لزوجها وهو ليس أهلا لذلك فيحل لها الفرج الحرام أشد عند الله تعالى من سقوط البناء سقوط البناء ما يعوض إلا إذا كان هناك أرواح فالأرواح أشد فإذا هذه الفوضى يجب أن تتوقف نصيحتنا للناس أن لا يأخذ دينه من يوتيوب ولا مني اذا لم يعرف حالي حالي ومالي ومن اتيت ومن شهد لي من العلماء ولا انا عبد الفقير ليس ليس الكريم على القناة بمحرمي اذا خالفت الكتب العلميه المعتمده او خالفني كبار العلماء فالعبره بكبار العلماء من شيوخنا والا لا ما اخواننا هؤلاء هنا هؤلاء يقول ما شاءوا اذا علينا ان نحتاط لديننا والله واحد يمسح الجوارب أي جوارب في الدنيا ولا تجد نصوصا واضحة أغلب الفقهاء يصرحون بخلاف هذا الكلام ولا تجد نصا واحدا واضحا يسمح له بذلك طيب يا دينك دينك هذا هذا الدين كيف يكون رخيصا عندك إلى هذا الحد واحد ولد شراني في في مكان بارد وفي سفر وكذا راني اخلع الجوارب واتوضا ينظر إليه ايش هذا الجهل مسح الجوارب خلاص ولا يعرف يقول شو يدري يدري ولا يدري كيف عدس لا يعرف المصائب السوداء التي تاتي من هذا افتى ببعض بذلك بعض الشيوخ اخطا وغفر الله لهم ليس هذا موجودا في الكتب التي قرأوها سلوه ذلك الشيخ الذي أفتى كائنا ما كان حتى من طبق الشيوخنا غفر الله لهم سلوه هل هو في كتابك الذي تدرسه هل هو في مذهبك الذي تعلمت عليه إذا كان كذلك نتبعك أنت شافعي حنفي طبعا اي موجود في اي كلمه من متون الحنفيه هذا الكلام في أئمة من متون الشافعيه لا والله قيل عن قال وعباره جاءت في, في, في كتب الحنابلة وفهمناها كذا انت فهمت ايش أئمة الحنابلة يقولون خلاف هذا الكلام الذي تقول لذلك علينا أن نحتاط لديننا خاصة قضية الطلاق يكون زنا 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 تعرف معنى الزنا أنت تستحل فرجا حراما وإن أتاك الشيخ المعمم دفعت, دفعت في جيبه عدة مئات أو عدة آلاف من الليرات خلاص يعني حل لك لم يحل لك هذا بقي حراما عند الله تعالى لذلك احتاطوا لدينك فأقول لك دينك دينك فإنما هو لحمك ودمك يعني إلزم دينك على الإغراء نعم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم